السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 20 شهر 7 2024، مقارنة الفيديو المقارنة الثالثة وبلا الفيديو الثالث اللي غادي نقارن فيه بعض الأصناف ديال الكرموز واللي كنت كنتسناهم باش ينضجوا. اليوم بطبيعة الحال غادي نقدم لكم بعض الأصناف الجديدة اللي يلاه غادي تعرفوا عليها ولا يلاه غادي تقارن هاد السنة. ربما السنة الماضية كنتو شفتوها ولكن هاد السنة يلاه غادي تشوفوها. دونك مثلا غادي نبداو بسم الله، غادي نبداو بهذا. هذا الكولد دام كغي. الكولد دام كغي هو نورمالمون صين في كينتاج غله وحده، هو من فصيلة لي كولد دام اون جينيرال، وان شاء الله دابا ندير لكم فيديو على هاد الفصيلة ولا هاد الأصناف ديال لي كولد دام اللي فيها بزاف الألوان. وغادي نحط لكم واحد الصورة اللي كتجمع تقريبا الأصناف كاملة المعروفة. كاين هاد الكولد دام، كاين هاد الكولد دام كغي، كاين كذلك العبروقي. المرة اللي فاتت كنت درت لكم العبروقي وكانت الحبة صغيرة، اليوم راه غادي يبان لكم بأن الحبة ما شاء الله. لاحظوا معايا الناس اللي ما كانوش اللي المرة اللي فاتت كان ما عجبهمش العبروقي لأنه الحجم ديالو كان صغير، فكنت قلت لكم بأن راه فقط هذيك الكرموسة اللي كانت جات كانت صغيرة، ولكن راه ما شاء الله الحجم ديالو ممتاز وجيد جدا. وكاين العبروقي، كاين كذلك صنف آخر اللي هو كنت المرة اللي فاتت كنت قدمته لكم اللي هو الورناكسي. ها هو الورناكسي، راه كاينين شي وحدين ناضجين. كذلك كاين هذا اللي غيدخل أول مرة اللي هو أحريش. ها هو أحريش، هذا صنف تا هو ممتاز وجيد جدا، هو أحريش أولا الحرشة. قريب ان شاء الله، قريب ان شاء الله السلطاني، غنكتشفوا السلطاني قريب ان شاء الله عن قريب. هو راه ما بقاش ليه بزاف، واحد النهار ولا يومين ان شاء الله وغادي يبان لينا. كذلك كاين تين جاسيم، كاين هاد التمره هادي نشوفوها كيفاش دايره. انا شك فيها شويه بان راها مقيوسه بالذوبه ديال التين، رغم انها نجرت لان كتبان لي هنا واحد الضربه. ها هي اون اسبير ان شاء الله تكون مزيانه. شكون اخر؟ كاين هاد التمره ديال عين حجله، فبون المهم بلا ما كاينش ندخلها في المنافسه. كاين الفاسي المره اللي فاتت كنت عطيتكم يعني قارنت صنف اللي هو صديق التمره اللي كانت شويه ناقصه، هذه غتكون ممتازه ان شاء الله. كاينين ماشي غير وحده، كاينين بزاف ديال التمرات اللي هما نجوا. انا غادي نشوفهم معكم، غنشوفوا هذه مثلا ما شاء الله، هذه راه ما شاء الله ممتازه. وكاين هذا الصنف اللي هو رائع وجميل جدا، ها هو اللي هو المدار الكحل. فوالا دونك ها هو هذا الصنف ديال المدار، من اجمل الاصناف اللي هي نورمالمون عندي، وفي الشكل ديالها وفي الحجم ما شاء الله كذلك. ها هي المدار الكحل. دونك هادو هما اللي كاينين، بقاو معايا. كاين كذلك هاد التمره هادي ديال الغني، ها هي هادي حتى هي غادي تدخل، حتى هي نحيدها ان شاء الله باش حتى هي نشوفوها. وبقاو معايا، نسيت دزت من حدا القوطي ما وليتوش لكم. عين حجله كذلك راه كنت ديجا تقاسمتو معكم، ما كاينلاش مازال عاوتاني نعاود نتقاسمو معكم. على العموم عين حجله راه هو هذا اللي كتشوفو، شتوي الحميري باقي شويه. بقاو معايا حيت القوطي نسيتو، القوطي دزت من حداه. القوطي ها هو راه كاين القوطي كذلك، حتى هو غادي يدخل في المنافسة. يلا نتلاقى معكم واحد شوية. قوطي
نحاول نهكسي. أحرش أبروقي. المنظار الأسود فاسي. الغني ديال الاصناف هي هذه. غادي نعطيها لكم بالترتيب. دونك كاين عندي القطي حتى باش تشوفوا الشكل ديالها وتقارنوا حتى يعني الحجم وفي نفس الوقت الشكل ديال كل تمره. غنحاول ما امكن انني نصفي التصوير
فوالا دونك ها القطي ها الورناكسي ها احريش او الحرشه ها المضار الكحل ها العبروقي ها الفاسي ها الغني وما تديوش على التمره وها لا كول دو دانغري اللي هي نورمالمون كتكون احسن واجمل من هذا الشيء من هذا الشكل هذا راه هي كتكون اجمل من هذا الشكل هذا هي والغني هادو بالنسبه للشكل ديالهم ما تديوش بزاف على هاد التصوير هذا دونك ها هما هادو هما الاصناف اللي كاينين لاحظوا معايا العبروقي في الشده ديال اليد فما شاء الله لاحظوا معايا ما شاء الله العبروقي جميل جدا ولاحظوا معايا الشكل ديالو المنظار الاسود بون مهم شتي الحجم ديال المنظار الاسود كيكون بعض المرات اكبر من هذا كيكون اكبر من هذا احريش جميل جدا في الحقيقه الموسم الماضي كان عطاني تمرات كان عطاهم لي صغار هذا العام ما شاء الله الشكل ديال التمره ولا حتى الحجم ديالها فهو ممتاز وجيد جدا بطبيعه الحال الورناكسي رائع جميل لوغو ديالو المذاق ديالو ممتاز بطبيعه الحال راه كنتو اكتشفتوه معايا شحال من مره في فيديوهات اخرين الحجم ديالو تا هو راه كيكون فيه بعض الاحجام اللي هي كبيره بزاف دكا والقوطي تا هو راه كيكون جميل انا بالنسبه لي عاطيني هاد التمرات القوطي راه معروف بانه هو الصنف اللي خاص بالتجفيف ولا يعني هو اللي كيتجفف فوالا نبداو ان شاء الله بسم الله نبداو غادي نبدا بالصنف ديال احريش دونك احريش غادي تكتشفوه من الداخل كيفاش داير الحجم انتم شفتوه غيبقى المذاق انا اللي غادي ناكل وغادي نقول لكم ولكن راه ان شاء الله غنكون عادل في المقارنه ما بين جميع الاصناف اللي غيكون عندي ما عرفتش واش خصني نبدا ندير بوز حتى نقطع عاد ابخي نصور اولا نكمل بهذه الطريقه دونك ها هو الشكل ديالو من الداخل دونك هذا هو الشكل ديالو من الداخل بقاو معايا انا قطعت حتى نشوف قطعته دونك بسم الله وان الحلاوه ماشي حلو بزاف رهيف حتى هو ما حلوش بزاف ايوا المهم هادشي اللي كاين دونك ندوزو للصنف اخر كنت كنصور الفوق وهبطت لتحت هبطت باش نكمل هنا لتحت دونك فوالا هذا المنظار الاسود غادي نبداو نقطعوه دونك الشكل ديالو راه شفتوه كيفاش داير المنظار الاسود كاينين ثلاثه ديال الاصناف ديال المنظار كاين المنظار الاسود المنظار الاحمر والمنظار الابيض الشكل ديالو من الداخل فهو ماشي احمر غادي للشهوبيه فيه الماء كثير بزاف كيكون فيه الماء كثير بزاف غتلاحظوا بان التمره لاحظوا معايا كتبان بان معسله ولكن حتى الماء حتى الكميه ديال الماء اللي كتكون فيه كتكون كثيره بزاف دونك غادي ان شاء الله نتوق ونشوف ونقول لكم بسم الله في المذاق في الحقيقه بحال قريب الاحرش خفيف بزاف ما حلوش تلاحظوا معايا بجوجهم ها هما تقدر ما تفرقش ما بيناتهم من الشكل الداخلي غنمشيو للعبروقي عبروقي ما شاء الله الحجم ديالو ممتاز مقبول جدا في التسويق كما كتلاحظوا الشكل ديالو رائع غادي نقطعوه للداخل انا عارف بان العبروقي راه ممتاز حتى هو من الاصناف اللي هي رائعه بزاف من الداخل كيكون احمر مزيان
لا علاقة له بالصنفين اللي وريتكم. لاحظوا معايا الشكل ديالو ممتاز جدا جدا. غادي غنقارنوا لكم دقيقة، بقوا معايا باش نقارنوا لكم مع الصنفين اللي قبل، وغادي يبان لكم الفرق، والفرق كبير بزاف. لاحظوا معايا يعني الشكل ديال اللون ديال الكاموسة. انا غنحاول ما امكن انني باش نقرب لكم، ولاحظوا معايا شوف انا حطيتهم ثلاثة وغادي يبان لكم. فوالا هنا كتبان واضح. بون ندير نتذوق ونقول لكم. ممتاز جدا، رائع في الحقيقة. عبروقي رائع، هادشي اللي غادي نقول. عبروقي رائع جدا. غنمشي دابا للقوطي. القوطي هو هذا. القوطي معروف انه من الاصناف كما قلت لكم اللي صالحة للتجفيف. يعني ملي كنقولوا صالحة للتجفيف يعني كتكون حلوة، هذه اول حاجة. ثاني حاجة انها ما كيكونش فيها الماء كثير. فوالا دونك هادو مثلا من المميزات ديال الاصناف اللي صالحة للتجفيف، انها ما كيكونش فيها الماء كثير، وكتكون كما قلت لكم حلوة بزاف. والمهم حنا نشوفو، بقاو معايا نكمل التصوير. كانت بانت ليا شي حاجه هنا كحله وحبست حتى طليت عليها. والمهم انا غندوق. حلو بزاف، مزيان مزيان ممتاز. الاصناف اللي بقات هنا عفوا، باقي لا كول دو دام، باقي هي اللي بقات، ومن بعد الاخرين كلهم كندوزهم. بقاو معايا دونك نشوف معاكم لا كول دو دام. كول دو دام غري الحقيقه، كول دو دام غري الا كانت ناضجه مزيان فهي غتفوق عليهم كاملين. باقي ما ناضجاش مزيان، باقي ما ناضجاش حيت كنت شكيت فيها وقلت لكم بان قبل الحجم ديالها شكيت فيها. بون ما غاديش نخاف المنافسه. بالنسبه للاصناف الاخرى اللي كنت هادو كنت قارنتهم لكم، من ضمنهم الفاسي اللي هو هذا، الورناكسي، الغاني، وكذلك التنجسيم. هاد التنجسيم ماشي تاليه، التنجسيم هادي ماشي تاليه. والمهم هادو من الاصناف كنت ديجا كنت درتهم لكم، ما كاينلاش عاوتاني نعاود نقارنهم من جديد. دونك غنبقى في هادوك الاخرين اللي قارنت انا، نحطهم دابا. الاصناف اللي قارنت اليوم هي العبروقي، كاين احريش، كاين المضار الاسود، وكاين القوطي. بون المضار الاسود هو هذا، هو راه كيبان لكم اسود. احريش ها هو كيكون منقط فوالا، وبطبيعه الحال العبروقي الشكل ديالو رائع وجميل جدا. العبروقي شوفوا منين تبغوا تعرفوا العبروقي، شوفوه من الداخل، شوف كيفاش داير. اللون ديالو احمر مزيان وجميل الشكل، واحد لا تيكستور فيه رائعه. بطبيعه الحال القوطي حتى هو راه ممتاز. دابا الا بغيت باش نقارن هادو، غادي نقول العبروقي هو الاولاني، ما فيهاش نقاش. غادي نعطي القوطي الثاني من بعد منهم، كيجي في الحقيقه هادو بجوجهم في نفس المرتبه، عندهم نفس الشكل، نفس المذاق، نفس الطريقه يعني ديال الماكله ديالهم، بحال يعني. لا بالنسبه للقشره لاحظوا معايا هنا، راه ملي كتشوفوا من هنا تقول بحال. لاحظوا معايا القشره كيفاش دايره. هذا راه احريش، وهذا راه المضار الكحل.
بالنسبه للعبروقي شوفوا كيفاش داير، حتى هو القشره ديالو رقيقه بزاف وجميله جدا. دونك بالنسبه لي انا راه هادو هما الاصناف الاربعه اللي درت لكم اليوم. لا كول دو دام ما ناضجاش، دونك ما غاديش نقارنها معاهم، وغادي نقول بان كما قلت لكم نعاود الترتيب العبروقي قوطي وهاد الجوج في المرتبه الثالثه بجوجهم. تحياتي لكم، نتمنى ان هادشي يكون عجبكم، وغادي نقول لكم الله يعاونكم وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.